كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحاب؟ ودابا انا غادي نقدم معكم واحد غادي شويه ديال الحوت، غادي نديرو على شكل الحوته هي بالعجينه المورقه، العجين المورق، ولكن انا غنديرو معكم على شكل الحوته. عندي هنا قليل من الحوت، كل واحد علاش قدر. ها هو الحوت الابيض. عندي هنايا فواكه البحر، ها هي شكلها. عندي هنا هاد الفيرميسيل، كانت شيطة عندي من فيها تا هي نيت داكشي ديال الحوت، قلت انا علاش لا نديرها نيت، هي احسن من ندير واحدة اخرى. هادي غادي تضيع. عندي هنايا شامبينيو، عندي القزبر المعدنوس، عندي التومة والسكنجبير، عندي الهريسة، عندي هنا العطرية، عطرية ديال الحوت، وشي عطرية قليلة فيها غير فيها التان، فيها البزار، فيها الملحة، فيها التحميرة، فيها العطرية ديال الحوت. عندي هنايا هاد الكراب، ها هو السوريمي، عندنا الفرماج، صافي هادشي اللي كاين. وعندي الحامض، عندي الزيت البلدية والزيت الغامية، زيت لوسيور، حيت ما عنديش الصوجة كنت ندير هاد كنور السائل، تا هو كيكون فيه غير العطرية خاصة بالعطرية مدخنة، ما فيهش شي حاجة أخرى. والعجين راه مخليها في الثلاجه تنحتاجها. غنمشي وات هاد الفرميسيل، درت شويه ديال الفرماج غربي، فيها هاد السوريمي، نزيدو عليها هاد الحوت، ها هو اللي مع الشامبينون المعدنوس، ديك فواكه البحر، نزيدو هاد الحوت هذا تا هو، نزيدو قليل من نص الحامض، نزيدو هاد الكنور السائل شويه ماشي بزاف على حساب اللي عندو الصوجة بغا يديرها يديرها. صافي هنا غادي نمشي نعمر. ودابا هي بعد ما جبدنا ديك العجين المورق، هاهي درنا هاد الحوت، ها هو صايبناه، صايبناه ها هو كلو، غادي ناخدو، غادي نحيدو ليها هاكا على هادي، غادي نحيدو هاد النص هاكا، صافي غادي نبداو نديرو ليها بحال هكا. نحاول نديروها هكا، نخدمو دائما بيدينا، الله عطانا يدينا باش نخدمو بيهم. فرا دارنا الفرماج داخل، داكشي كل واحد كيدير بالقدر والغاية. غادي ناخدو هدا ها هو باش نغلفو بيه هاد الراس ديالها، ها هو، وناخدو هدا 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 ها هو، شباك هاهي صيبتها. غادي ناخدو هادي غنديرو ليها العين ديالها هنا، هي دابا أنا غادي نديرها في هاد الشن حاشيات اللي كيكونو عند ها
حمرناها. عندي هنا هذا البيض، خلطنا شويه ديال الحليب، السيترون، نديرو القشور ديالها، هادي درناها هانيا، بنية ديالها، الحوتة الصغيرة مع الحوتة الكبيرة، عينها سلطتها. دابا هيا بعد ما كملت هاد الحوته معاكم، ها هي، نتمنىكم تجربوها وتعجبكم. ها جات زعما صراحه هائله، لا بالحشو اللي فيها لا بها، ونتمنىكم نتوما تحكموا على الديكور مع هاد الصالون اللي درنا معاها، وان شاء الله نتمنىكم تجربوها وغادي تعجبكم بالطريقه هذه. من بعد من داكشي العجينة راني فايتة دايرها معاكم، نتمنىكم تجربوها ان شاء الله وتعجبكم.